نتعرف بيك. صباح الورد، صباح الورد. معك احمد سمير، لاعب منتخب مصر رفع اثقال بارالمبي، وبلعب في ميزان 107، وان شاء الله بنطمح للمزيد من البطولات. انا حاصل على فضيه كاس العالم، في بطوله كاس العالم كانت هنا في مصر، وان شاء الله بنطمح في المزيد، وبنحاول ان احنا نرفع راس مصر ونحقق بطولات اكتر ومركز اعلى، ويا رب يكرم ان شاء الله في اللي جاي. المشهد جميل، واكيد طبعا انتوا الفتره دي بتبقى فتره صعبه علشان تجهزوا، فاضل تقريبا 7 شهور او يمكن اقل، حاجه كمان بسيطه. خليني اعرف يومكم هنا ماشي ازاي برضو. لا، هو اليوم بصراحة كويس جدا. بنصحى 6 الصبح، تمام، بننزل الفطار، خلص فطار نطلع مثلا ناخد شاور، نشرب كوباية القهوة، نستعد للتمرين، نركز في التمرينة. لازم كل يوم سواء تمرينة قليلة ولا تمرينة عالية لازم تكون عندنا تمرينة بطولة، لازم نكون مستعدين لها جدا. واليوم بصراحة بيكون كويس جدا، من أكل لشرب لتمرين، بصراحة ممتاز جدا يعني. نأمل ده، وكل التوفيق ليك، وشكرك جدا.